ينضم إلينا من بكين نادر رونغ هوان الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك سيد نادر على شاشة القاهرة الإخبارية. آخر هذه المحاولات من قبل الجانب الروسي فيما يتعلق بالعملية الروسية الأوكرانية والزيارة التي تتم اليوم ولقاء مع وزير الخارجية الروسي. أهلا ومرحبا بكم. طبعا هذه الجهود الصينية لإيجاد حل للوساطة وإيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، يعني على خلفية التصاعد بين مختلف الأطراف. الصين المبعوث الصيني الخاصة قد زار أوكرانيا وكذلك بولندا وفرنسا وألمانيا، وكذلك وفي لقائه في روسيا، وكل هذا من أجل يعني معرفة المتطلبات لدى مختلف الأطراف، وكذلك التقرب من وجهة نظر مختلف الأطراف، ومن أجل كذلك تحقيق الظروف الملائم لاستئناف المفاوضات والتجنب من المزيد من الخسائر المادية والبشرية. طيب، هل الزيارة التي يقوم بها اليوم المبعوث الصيني الخاص كما أشرت حضرتك لبعض من العواصم الأوروبية، أيضا الحديث اليوم عن روسيا، يعني فيه محاولة لتجسيد هذه مبادرة السلام الصينية من خلال كما أشرت يعني مقاربة للأطراف، أم هو محاولة لخلق ظروف لكي يكون هنالك تقارب بين الأطراف؟ يعني ما الدور الذي يمكن أن يلعبه اليوم المبعوث الصيني الخاص؟ طبعا هي طبعا تجسيد المبادرات، نقاط المبادرات السلام التي طرحتها الصين، وكذلك يعني توضيح بشكل معمق المواقف الصين، وكذلك معرفة المطالبات، وكذلك معرفة المطالب لدى المختلفة الأطراف، مثلا مطالب أوكرانيا وكذلك بولندا وفرنسا وألمانيا وكذلك روسيا، وكل هذا من أجل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات. يعني كل هذا يعني يمهد يعني الظروف ملائم لإيجاد حل سياسي يمكن أن يعني يرضي، وهي حل شامل متوازن يمكن أن يرضي يعني مختلف الأطراف، حتى يعني حتى إنهاء هذه الأزمة والحرب. نعم، هل ترى اليوم أن خطة السلام التي طرحتها الصين والمحاولات المجدية على الأرض في كل تحركاتها هي اليوم تلقى نوع من القبول على الرغم من التصريحات المتضاربة، تلقى نوع من القبول الغربي، وحتى هذه اللحظة لا تلقى قبولا أمريكيا؟ طبعا كلنا نعلم أن هناك بعض الدول يعني لا تريد، يعني تريد إطالة أمد الحرب وتريد يعني كسب المكاسب الخاصة من خلال هذه الحرب، ولذلك هم يعني أكبر عوائق أمام إنجاح السلام. وكذلك ترى الصين المهمة المليحة حاليا هو يعني وقف إطلاق النار، ومثل العقوبات وإمداد الأسلحة، فكل هذا يعني يطول القتال والمواجهات. وطبعا الولايات المتحدة ولها مصالح ولها يعني وخاصة شركات بيع الأسلحة وإنتاج الأسلحة، يعني هو لن ترى أي يعني جهود سلام في هذه الأزمة. سيد نادر، على الرغم من كل الجهود الحثيثة وعلى رأسها جهود الصينية فيما يتعلق بموضوع المبادرات السلام وحل الأزمة، لأنه يعني بعض التصريحات ومن ضمنها وعلى رأسها عندما نتحدث عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف عندما أشار أنه ربما هذه المواجهة ستمتد لعشرات السنين يتخللها هدى،
من وجهة نظر حضرتك الكاتب والباحث والمتابع، هذه الحرب ستمتد إلى أمد طويل لأن هنالك اختلاف جذري ما بين طرفي النزاع؟ أعتقد هذا يتوقف على يعني المواقف الدول الكبرى مثلا الولايات المتحدة وكذلك روسيا. فالولايات المتحدة كما قلت تزود حتى الآن يعني الحديث عن تزويد أوكرانيا مزيد من الأسلحة ومزيد من القوة. يعني هو حاليا الولايات المتحدة لا تريد يعني التقدم الكبير لأوكرانيا، ولكن لا تريد هزيمة أوكرانيا كذلك، تريد استمرار هذه الحالة، يعني حالة استنزاف لروسيا واستمرار الحرب، وهذا يعني يتفق مع مصالحه. ولكن إذا كان هناك أي مثلا يقول بعض المحللون الغربيون كذلك، وإذا الولايات المتحدة تريد إنهاء الحرب فيمكن أن ينتهي الحرب في ليلة واحدة. فلذلك يعني التطورات هذه الأزمة والحرب تتوقف على مواقف الدول الكبرى. سيد نادر، إنهاء الحرب أو عدم إنهاء الحرب بشكل أو بآخر، هل هو مرتبط يعني بصورة كبيرة بما يحدث من تغيرات عالمية؟ وهنا أعود للإشارة إلى موضوع مجموعة البريكس، الاتحاد الأوراسي، منظمة شنغهاي، هذه التكتلات والدور الفاعل مؤخرا لهذه التكتلات، ومدى ارتباطها بإنهاء أو عدم إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية؟ نعم طبعا هناك تأثير بالتأكيد لهذه المجموعات ولهذه القوى الصاعدة في الوضع الدولي، وخاصة يعني اتجاه الوضع الدولي التي يتطور إلى التعددية الأقطاب مع زيادة الحجم الاقتصاد والقوة الاقتصادية لهذه المجموعات، وكذلك تأثيراتها سياسيا على الساحة الدولية. فيمكن أن يلعب هذه الدول والمجموعات أيضا دور فعال في إنهاء هذه الحرب، وخاصة يعني رأينا مع تراكم الأزمات الناجمة عن هذه الأزمة في أوكرانيا، فكثير من الدول الآن أدركت أن إنهاء الحرب وقف إطلاق النار هو يتفق مع مصالح معظم الدول في العالم. رأينا هناك الدول العربية وكذلك البرازيل والهند، وكلها يعني يتفق مع يعني يدعم إنهاء الحرب والوساطة، وكذلك تتمسك بموقف حيادي ولا تتبع الدول الغربية لفرض العقوبات على روسيا. ولكن بالمقابل، ألا يكون الأثر ربما إن صح توصيفه سلبي أكثر بعدم إنهاء الحرب؟ بمعنى، وأريد التوضيح هنا، بأن إن قويت شوكة هذه الاتحادات أو المجموعات أو التكتلات أكثر فأكثر على المستوى الدولي، وكان هنالك صراحة دول تنضم إليها بمنظومتها الاقتصادية التي تقوى بالعملات التي تحاول إزاحة عملات لها عقود، بالحديث اليوم عن دخول أسواق وموضوع التكنولوجيا والتقنية، بهذا الأمر ألا يجعل من أمريكا تشتد شراستها يعني دفع أوكرانيا للاستمرار في هذه المواجهة وعدم إنهاء الحرب؟ لا أعتقد ذلك. إذا تكبرت القوة الداعمة للسلام فسوف يعني لا يمكن يعني التيار العسر لا يمكن مقاومة، يعني حتى وإن كان هناك المقاومة شرسة من قبل الولايات المتحدة فهي مرة واحدة، وبعد ذلك إذا انتصر هذه القوة والقوة الداعمة للسلام ففي المستقبل لن تحدث يعني أو مثل هذه المواجهات ومثل هذه الحروب، وأصبح الوضع الدولي أكثر إنصافا
عدالة. طيب أريد أن أختم معك سيد نادر ب يعني التصريحات التي تأتي وتذهب ما بين الجانب الصيني والجانب الأمريكي، يمكن اللقاءات أو التقاربات أو الخطوات المجدية فعليا ومدى دورها في إحداث عملية السلام التي نشير إليها، هل في آمال بإحداث لقاءات قريبة أو خطوات جدية فاعلة اليوم صينية أمريكية، أم لا يزال هنالك البعد الذي يزداد سيد نادر؟ هذا يتوقف على الموقف الولايات المتحدة، فالصين تريد تحسين العلاقات وإعادة علاقات الصينية الأمريكية لمسارها التطور السليم، ولكن لا يمكن للولايات المتحدة أن تتحدث مع الصين عن التعاون وفي نفس الوقت تقوم باحتواء الصين في كل المجالات. فلذا الصين أكدت أنها يمكن مستعدة لإجراء التعاون والحوار مع أي بلد في العالم، ولكن ذلك على أساس الاحترام المتبادل والمساواة. فيجب على الولايات المتحدة إدراك هذه النقطة ويعني التعامل مع الصين بشكل مساواة وعلى أساس المساواة والاحترام المتبادل، وبدون هذا الشرط فكل الحديث عن تحسين العلاقات هي مجرد يعني كلام بلا فائدة. يبدو أن الصين ومنذ عقود تعمل بشكل حثيث ودؤوب لتحقيق هذه الشروط بالتكافؤ وبالندية وبالقوة بأشكال مختلفة على المستوى الدولي. أشكرك السيد نادر رونغ هون الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا مباشرة من بكين، شكرا لك.